طالب التالتة ثانوي هنزل لك مقاطع قصيرة كده فيها معلومات مهمة ما ينفعش تدخل الامتحان من غير ما تكون عارفها. في النباتات الزهرية لازم تعرف الفرق بين البذرة والثمرة. البويضة بعد الإخصاب بذرة، البويضة بعد الإخصاب بذرة، المبيض ثمرة. ليه بتتلخبطوا فيها؟ ايه المشكلة؟ أقول تاني، البويضة بذرة، البويضة بذرة، المبيض ثمرة. كررها. إذا لما تشوف بذرة المشمش ولا الخوخ ولا بذرة أي حاجة قول لها يلا يا بنتي اللي كنت قبل الإخصاب بويضة. زي مثلا المرأة يعني أو الأنثى قبل ما بتتجوز بيبقى اسمها آنسة، بعد ما بتتجوز بيبقى اسمها المدام، الجماعة، الحاجة، أم عبده، أي حاجة. فهي البويضة اسمها بويضة قبل الإخصاب، قبل ما تتجوز، بعد الإخصاب بقى اسمها بذرة. والمبيض بيتحول إلى الثمرة. ولو المبيض فيه بويضات كتير منطقيا يبقى الثمرة فيها بذر كتير، ولو المبيض فيه بويضة واحدة يبقى الثمرة فيها بذرة واحدة. ليه بتتلخبطوا فيه؟ البويضة بذرة، البويضة بذرة، المبيض ثمرة.